قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله. الحسب هو الكفاية. ما الذي بعدها؟ فقل حسبي الله لا إله إلا هو. أليس هناك ارتباط بين هذه الكلمة والتي قبلها؟ فلا، تفيدنا بفائدة أن الذي يتوكل عليه هو المألوه الحق، وليس هناك مألوه حق إلا الله عز وجل. وبالتالي فإن المعبودات الباطلة لا يعتمد ولا يتوكل عليها ولا على أحد من المخلوقين. ولذا قال تعالى لا إله إلا هو. لما؟ لأنه هو الإله الذي له الصفات العظام.